الصالة هذه طبعا الصالة الرئيسية الرحمن. نتلقى جميع الاتصالات في هذه الصالة. والله لما شفت الباب من برا ما توقعت اني بدخل على القاعة الضخمة هذه. ما شاء الله عدد لا محدود من الأجهزة والشاشات، يعني البلاغات كلها يتم استقبالها هنا. كافة البلاغات الطارئة نتلقاها في 911، أي بلاغ أمني أو خدمي أو إنساني جميعها نتلقاها في هذه الصالة. الحين ما شاء الله شوف عدد كبير جدا، يعني كم ياخذ الوقت من يوم ما يقدم الإنسان البلاغ حتى يتم الرد عليه؟ طبعا بمجرد الاتصال على 911 تم الرد عليك. عندنا احنا نراهن على الثانية الأولى إلى الثانية بالكثير، يعني خلال ثانيتين بس بالكثير يتم الرد. بالكثير إن شاء الله. تحداني أكلم أنا؟ تفضل أكلم أجل. نراهن على التجربة الحقيقية. تفضل. طيب التجربة الواقعية هي المحك، خلينا نجرب 911. بسم الله. حط سبيكر بقى. حط سبيكر، ها قرب سبيكر عند المايك. واحد أقل من ثانية. حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل. شو قال عبد الله؟ يعرف اسمي مجرد الاتصال. انا هنا في المركز العمليات الموحد، حبيت اجرب سرعه تجاوبكم هنا في البلاغ. ممكن تشوفه الان، فلو ترفع يدك عشان اشوفك. ايوه هنا، شوفه. يعطيك العافيه. شوف الاخير هنا، هذا اللي تلقى بلاغي هناك في نهايه الصاله. بمجرد الاتصال جيبة شفته اقل من ثانيه رد على البلاغ وعرف اسمي وطلعت عنده كافه بياناتي بمجرد اتصالي بالرقم هذا. اي متصل بيتصل على 911 الخدمة هذه متوفرة. بس وش الشاشة هذه؟ شو في أرقام وفي خريطة؟ طبعا هذه اللوحة هذه خاصة بالصالة، تعطي انطباع حتى للمشرف على الصالة أنه كم عدد المتلقين هنا، كم عدد البلاغات اللي تلقيتها. أيضا في الجزء الثاني من لوحة المؤشرات اللي هي حالة الطقس. طيب ودي أفهم منك رحلة البلاغ. مجرد واحد بلغ سواء سرقة سيارته، صار حريق لا قدر الله، حادث السيارة، وش رحلة البلاغ؟ طبعا بداية رحلة البلاغ تبدأ من الصالة هذه. هنا نتلقى كافة البلاغات، جميع الجهات موجودة في مكان واحد، كلها خدمة للمواطن والمقيم والزائر. فبمجرد ما تتصل احنا بنحدد الحالة الطارئة حقتك ونبدأ نقيمها ونشوف من الجهات اللي تستوجب انها تباشر الحالة هذه. ايضا نعطيها أولوية على حسب البلاغ، وهم يقوموا بدورهم في الميدان.